اهلا بكم في فيديو جديد من قناه تفجير وتنمير في الحاجه. ما معلش انا بتاسف لكم جدا ان انا اتاخرت في فيديو الكيو اند اي، بس السبب ان انا بقيت بتاخر في الفيديو ده ان الاسئله بقت كتير جدا واختيار الاسئله بيبقى صعب وكده يعني، فمعلش بتاسف لكم على الموضوع ده. عامه انا كان المفروض ان انا هختار 10 اسئله، بس في ناس اقترحت عليا اقول خليها 15 سؤال احسن، فقلت خلاص مفيش مشكله هخليها 15 سؤال. تعالوا بقى نشوف الاسئله اللي انا اخترتها. معلش محدش يزعل لو السؤال بتاعه ما ظهرش، لان انا الاختيار يعني كان عشوائي، حبه من فوق وحبه من تحت، بس ايه اخترت الاسئله اللي هي اللي عجبتني اللي ما تكونش اتجاوبت قبل كده. في بعض الاسئله فيها هتكون مفيده ليكم، فيا رب اكون وفقت يعني في اختيار الاسئله. اتفرج اونلاين بيسال بيقول وصلت 1000 مشترك في قد ايه؟ بصوا يا جماعه، اول حاجه انتوا هتلاقوا فيه على القناه فيديوهات من 2015، لكن صدقوني دي ما تعتبرش بدايه القناه. هقول لكم ليه، لان في 2015 انا كنت بجرب بس اعمل فيديوهات مش اكتر، وفضلت قاطع بعدها مده كبيره، ما بداتش ما رجعتش انشر تاني الا في 1/2017، وبرده ما كانش يعتبر البدايه الحقيقيه. البدايه الحقيقيه ان انا بقى بدات اجيب معدات والكلام ده اليوتيوب، البدايه الحقيقيه من شهر 4/2017، لان كل الفتره دي حتى ما كنتش زدت مشتركين قوي. يعني كل الفتره من 2015 لغايه 4/2017 تقريبا كنت ب 50 مشترك، فاللي هو عشان كده الفتره دي كلها ما تعتبرش حاجه. فانا زدت 1000 مشترك في قد ايه؟ انا بادئ 11/4/2017، جبت ال 1000 مشترك الاولى في تقريبا في حدود 7/9، يعني بعدها بخمس شهور. بعدها بخمس شهور جبت 1000 مشترك، ودلوقتي ال 1000 مشترك بيجي كل 4 أو 5 أيام، وساعات كمان 3 أيام. واضح طبعا إن في تطور رهيب في القناة. السؤال التاني من أحمد زوسر بيقول إزاي أنجح في اليوتيوب وأجيب كل يوم 100 مشترك وأجيب لايكات وتعليقات كتير؟ بكل بساطة إن أنت تعمل كل يوم من 3 لـ4 فيديوهات وتستمر عليهم كتير، وهتلاقي فعلا فرق واضح في القناة زي ما أنا عملت. وحاول بقى تركز على الألعاب أكتر اللي هي الناس بتطلبها كتير، اللي زي فورتنايت بقى والحاجات دي وكده، بتفرق جامد. يعني انا عن نفسي لما بركز على اللعبه اللي الناس حباها بلاحظ ان في استجابه رهيبه وزياده رهيبه من المشتركين في وقت قليل. وطبعا لا برضو عشان تنجح في اليوتيوب لازم تهتم بقى بالصوره المصغره لان الحاجات دي بتظهر كلها في المقاطع المقترحه. واحد بيقول لي هل فورتنايت احسن من بابجي بعد تجربتك للاثنين، وايه اللي بيميز اللعبه الافضل في نظرك؟ بصوا يا جماعه، انا حبيت بابجي اكتر لسبب، لانها واقعيه جدا، اصوات الاسلحه واقعيه جدا، السلاح لازم تعمله بيرست او اوتو او مش عارف ايه، يعني كل حاجه واقعيه. اللي هو مش هو بصراحه دي حاجه ميزه وعيب، يعني عيب ان هي مخليه اللعبه صعبه، بس في نفس الوقت انا بحب الواقعيه دي، فلذيذه جدا. اصوات تكسير الازاز، اصوات الطلقات، اصوات القنابل، اصوات كل حاجه واقعيه جدا. لعبه فورتنايت اسهل من بابجي، بس تحسها كده لعبه كرتونيه، بس مش وحشه برضو. بس انا في رايي بعد التجربه بابجي احسن طبعا. مواصفات فتاه احلامك ان هي تكون جمرايا جمرايا يايا وتجيب لي عيال تتجمع ازاي الكلمه دي؟ مش عارف. يلا توماس نازح، انت بتحب نوع ايه من الحيوانات؟ الاسود والكلاب البوليسيه. وبتحب تلبس لون ايه في التيشيرتات؟ الاسود اكتر حاجه بموت فيها، الاسود. الاسود ده عامه كمان مش في التيشيرتات بس يعني. بتحب انهي، اهلك ولا المتابعين ولا الاثنين؟ الاثنين طبعا، بس اهلي الاول وبعدين المتابعين. احمد وليد، بتحب محمد صلاح؟ طبعا بحبه، بس مش ككوره، يعني انا مش غاوي كوره. انا بحب محمد صلاح لاجل ان هو شخص مجتهد وقدر يوصل اللي هو عايزه، فضل مستمر في النجاحات لغايه ما وصل اللي هو عايزه. ده اللي انا حبيته في محمد صلاح. عمرو محمد، اكتر فيديو فرحت لما جالك عليه مشاهدات ولايكات؟ هو فيديو برامج تشغيل الالعاب، وكنت متوقع ان هو هيجيب مشاهدات كتير، بس مش للدرجه دي، اتفاجئت. يعني هو انا كنت عارف ان الفيديو ده هيجيب مشاهدات كتير، على اساس كان الناس دايما تسالني يا فادي عندنا مشاكل في تشغيل الالعاب، عندنا مشاكل في تشغيل الالعاب، فقلت اعمل فيديو على القناه واحط لينك البرامج ديت، وابتديت الاقي الناس شيرته وبدا يجيب مشاهدات جامده، ففرحت. يعني الفيديو الوقت عدى 80,000، فاتبسطت جدا. يعني انا مش عارف انطق الاسم ده، احمد كيلر، مش عارف ده اختصار ده ولا ايه. المهم هنقول ايه، 7 ام كيلر، انت ليه بتقول بدل جتا جاتا مع انك عارف وانت ليه كيوت؟ السؤال ده بقول جاتا من باب الكوميديا، انا عارف ان هي اسمها جي تي اي، بس بكسل اقول جي تي اي، بحب اقول جاتا ومن باب الكوميديا. يعني مثلا طب ما الاي كي، سلاح الاي كي بقول عليه اك. ولما بقول كده بيبقى الجيم بلاي مضحك جدا، الناس اللي معايا بيفلفصوا من الضحك لما بقول كده. انما الجزء الثاني ده انت ليك يد او ليه بس؟ عشان المشتركين بتوعي عسل. شفتوا الاجابه دي؟ مية مية. خوليو جيمر، انت في الالعاب اللي غير جاتا دي بتلعبها بنفسك ولا بيبقى جيم بلاي؟ قصده يعني بلعبها بنفسي ولا بجيب جيم بلاي جاهز من النت وبعلق عليه؟ لا طبعا كل الالعاب اللي بلعبها على القناه بلعبها بنفسي. ابسط حاجه
اقول لك حاجة، يعني انا في كل الالعاب بخسر. طب ايه، طب اللي بيعمل كده مثلا، يعني افترضنا لو في يوتيوبر بيعمل كده، بيبقى مثلا عشان يحسن صورته على القناة، يجيب جيم بلاي مثلا لواحد كسبان في اللعبة، ويعني عشان يبقى منظره حلو قدام الناس. انما ده هجيب جيم بلاي لواحد بيخسر وعلق عليه، يعني مش طالبة فضايح يعني، متهيألي. إيه عمر افندي بيقول نصايح للجيمر المبتدئين جيم بلاي من غير صوت. السؤال ده انا قصدت اخده لان دي مهمه قوي يا جماعه. اليوتيوب ما عادش بيعترف بالقنوات اللي بتقدمش صوت في ال، يعني انت مثلا لو هتجيب جيم بلاي من غير صوت ممكن اليوتيوب بيعتبر قناتك محتوى متكرر، لان يعني شرفوا ان انت صاحب القناه، ممكن يقول لك ده جيم بلاي من اي حته وجاي كده عرضه على القناه، ممكن يعتبر المحتوى بتاعك محتوى منسوخ او محتوى مسروق. اليوتيوب ما بيديش مصداقيه لقناتك ويفعل لك الربح عليها الا اذا حس ان انت شخص حقيقي صانع محتوى. يحس الاحساس ده ازاي؟ ان يا اما يشوفك في سكام وصوت، او صوت بس على الاقل، انما من غير صوت خالص ما انصحكش. وقناتك لما تيجي تتراجع غالبا بنسبه كبيره هتترفض، ومش هتكبر بالطريقه ديت، لانك ايه الممتع في انك تجيب جيم بلاي من غير صوت؟ ايه الممتع يعني؟ لا ما ينفعش الكلام ده. محمود محمد بتحب مين اكتر، شادي سرور ولا نادر احمد ولا محمد خالد ولا انا؟ لا بحبك انت يا جميل. طبعا يعني بصوا يا جماعه، هما الثلاثه حلوين بصراحه، بس نادر احمد يعني بحبه اكتر، بيضحكني اكتر يعني. عرب جانج ممكن تقول لي ازاي بيجي المنتدى جنب قوائم التشغيل؟ لا هو دي جات لي تلقائي على فكره، المنتدى ما بيظهرش للقنوات الا بعد ال 10,000 مشترك، بس انا جات لي تلقائي من قبل ال 10,000 مشترك كمان، فانا ما اعرفش بقى. بس في الفتره اللي جات لي فيها المنتدى دي كنت بعمل شغل مكثف قوي اللي هو 3 فيديوهات كده، فما اعرفش هل اليوتيوب بيقدر القنوات اللي بتعمل مجهود مكثف حتى لو قبل ال 10,000 مشترك ويقوم يظهر لهم المنتدى ولا ايه، مش عارف. بس هي عامة في جميع الاحوال بتظهر تلقائي وغالبا بعد ال10,000. لو انت طورت من نفسك ممكن تعمل ايه؟ في حاجات كتير بصراحة محتاج اعملها. اول حاجة محتاج ان انا اجيب خلفية لمكان التصوير التاني بدل ما بيبقى الدولاب ظاهر والحاجات دي وكده. محتاج كمان ان انا عايز اقول لكم صراحة، رغم ان الكاميرا اللي هي اللوجيتك سي 9 30 اي دي حلوة، بس في الحقيقة الجودة بتاعتها ما هياش برضو زي الكانون او كده. فنفسي تطوير مستقبلا ممكن ادور على كاميرا تكون برضو فكره كاميرا الويب، ان هي بتتوصل يو اس بي وكده، بس تكون جودتها اعلى من الكاميرا دي، لان بصراحه الكاميرا دي عمليه في الجيم بلاي جدا، فما اقدرش استغنى عنها. بس نفسي ان ينزلوا اصدارات جوده اعلى منها، يبقى في حاجات احسن منها. ممكن مثلا برضو ابقى اجيب مايك كرود، لان انا اسمع يعني حسب ناس كتير بتقول ان مايكات الرود دي من اعلى، من اجود المايكات، يعني في ناس بتقول اعلى من البليوتي، انا معرفش صح ولا لا، بس ممكن ده كمان يعني. دي التطورات اللي ممكن تتعمل في القناه. وفي بقى تطورات كمان محتاجها في الجهاز نفسه، زي ان انا اجيب كور اي 9 وتحديثات، بس صعب تتعمل حاليا عشان هتبقى يعني تكلفه جامده. اسلام 3 تسعات، اول سؤال عايشين، تاني سؤال لا، تالت سؤال انا اللي اكبر، لا انا اللي في النص، رابع سؤال مش بفكر اشتري ايفون مش بحبه عشان مش عملي مش كومباتبل مع كل التطبيقات، مش بغير الخلفية الخضراء عشان ببقى عايز انجز، لو اتعرض على قناتك 5,000 جنيه تبيع ولا لا؟ لا طبعا عمري ابيعها، لو بكام حتى؟ لا يا عم لا، اصل الموضوع مش موضوع كمان فلوس وبس، الموضوع انك بتبقى حابب تبسط المتابعين وكده، فالموضوع مش فكره فلوس، فمهما كان الثمن ما اقدرش ابيع قناتي ابدا. سابعا دي قلناها قبل كده، ثامنا دي قلناها، تاسعا بقى كلام الناس بيأثر نفسيا ما بيخلكش ترفع فيديوهات، ده انا برفع كل يوم من 3 4 فيديوهات، فمش فارق معايا خالص. اكتر يوتيوبر بتكرههم؟ لا هو ما اقدرش اقول اسم حد معين لان ما بحب كل الناس، بس بكره اليوتيوبر اللي محتواه يبقى منسوخ او مسروق او ما بيتكلمش في الفيديوهات، ما بحبش القنوات اللي كده خالص. ام بي سي 4 بيقول ازاي بتقدر تعمل 4 فيديوهات في اليوم؟ لان ال4 فيديوهات دول بيبقى اغلبهم مش جيم بلاي، يعني مثلا ممكن يكون 2 جيم بلاي و2 فيديوهات كلام، او 3 فيديوهات كلام وواحد جيم بلاي، او ساعات كلهم كلام. نادرا ما بيكون الفيديوهات دي كلها جيم بلاي، فبالتالي الفيديوهات اللي هي مجرد ان انا بتكلم 2 او 3 دي بتبقاش مساحتها كبيره، ده بيبقى الفيديو 20 ميجا 30 ميجا اللي هو اترفع في 5 دقائق، فولا حاجه يعني، اللي هو ممكن في نص ساعه ارفع لي من نوعيتي ارفع ال4 فيديوهات دول في اقل من نص ساعه، لو كلهم مش جيم بلاي بس، فهي دي الفكره يعني. بس كده يا جماعه خلصنا الاسئله، يعني اتمنى يكون عجبكم الفيديو، ويا ريت بقى يا جماعه تساعدوني عشان اوصل لل20,000 مشترك. تقدر تساعدني ازاي؟ تقدر تساعدني بان انت تشير قناتي، تعملي لايك للفيديوهات، لان اللايك
يعني بص يا جماعة، اللايك مش مجرد ان انت بتبدي اعجابك، لا دي ليها مميزات تانية. اللايك بيخلي الفيديو يتسجل عندك في قائمة التشغيل اللي هي المقاطع اللي اعجبتك، وبالتالي لو انت حبيت ترجع للفيديو تاني او لو ما كنتش كملته وعايز تتفرج على بقيته تقدر ترجع له بسهولة من القائمة دي. غير كده ان لو انت ظاهر القائمة دي للناس، الناس بتخش عليها وتشوف الفيديوهات اللي عجبتك، وبالتالي هي كمان ممكن يعجبها الفيديو وتشترك في القناة. يا ريت يا جماعة تشيروا لي الفيديوهات بتاعتي على قد ما تقدروا، لان انا في فيديوهات كتير بعملها مفيدة، يعني مش كل الفيديوهات بتبقى جيمنج او كوميدية، لا في فيديوهات بعملها مفيدة، فحتى على الاقل شيروا الفيديوهات المفيده مع الناس، والفيديوهات الكوميديه شيروها برضو عشان تضحكوا الناس. يا ريت يا جماعه تساعدونا على قد ما تقدروا، لان بجد هتفرق معايا كتير لو وصلت ل 20,000 بسرعه، يعني هبتدي احس ان القناه بدات يعني تبقى معقوله، يعني فاهم قصدي؟ بس كده، وشكرا جدا لكم، والى لقاء اخر في فيديو جديد.